خطرت بحالي وطلعت على سطح البناية ونزلته معي وقت 5 دقايق ونزلته وضربه. يعني ما في ثواني كنت نازله ونازل وهي ليكو هذا كلبي وأنا قاعد أنا وياه. اسمي أحمد محمد حمود، عايش بمنطقة الشياح حي فرحات بناية متايرك. أنا قبل القصف هون قاعد أنا وبنتي، بس صار في قصف بنتي بعتها عجوني عند عمات بنتها الصغيرة، وخي فلوا من الضاحية على القصف، خي ومرته وخي وحده إجوا سكنوا معي. وقت الضربة أخذت كلبي ونزلت قلطت وضربوا الضربة ونزلوا البناية. بس خلصوا رجعت طلعت على البناية وقعدت طعم الحامات والكلب. أنا كلبي معلق فيه مربيه صغير، أنا مربيه على القنين ومضربه أنا. وقت اللي تبلغت أنا بلغني أصحابي إنه بدي يضرب البناية، كحشت أخواتي من البيت وطلعت ركض على السطح. نزلت الكلب، خفت على الكلب عشان عندي كلبي قبل بجمعة على الطيران ضرب الضاحية، زتت حالها عن السطح من قهرة عشان ما نزلتها، وطلعت نزلته ومشيت فيه بالشارع وما كنت أتركه وما تتركه وأتعبط فيه وهو معي، وين ما روح بياخده معي. وهلا طلعت على البيت الدمار بالبيت هو واقف حد مني وهي بعده معي على السطح عايش معي. ولا بننزل، هي قاعدين مبسوطين وعم يضرب الطيران وبيكسف وبيهدد بيهدد هالبنايه، بنلقى بنايتين وعم بيدمرها وبنرجع على الحي عادي، وما عم نستغني عن الحي ولا بنبعد ولا بنظهر من الحي لو بدنا نموت فيه.